السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياك الله عزيزي المشاهد، مقطع جديد أو سلسلة جديدة، بس مو بالفلة، بالمدرسة. آخر مرة دخلت المدرسة قبل 13 سنة، الآن أنا مدرس مادة الفعالية. لا تنسون اللايك والاشتراك عزيزي المشاهد، إذا وصل المقطع هذا 100,000 لايك أبشر بالجزء الثاني ومدرس مادة ثانية. طبعا نشكر مدرسة شروق المعرف النموذجية على إتاحتهم الفرصة هذه لنا، أسأل الله أن يوفقهم إن شاء الله. والله العظيم مدرسة لا من وكلاء ولا من مدرسين ولا من طلاب، ناس أسم. خليكم على المقطع. هم حياكم الله يا طلاب، كيف حالكم؟ طيبين. كيف الإجازة معكم؟ طبعا أنا مدرس جديد في المدرسة، أنا مدرس حصة الفعاليات. طيب عندكم حصة فعاليات؟ لا. هذه حصة جديدة وأنا الآن مسك الفعاليات. هذه إيش؟ عبارة عن اختبارات، اختبرك اختبار بسيط، تنجح بالاختبار تربح جائزة على طول، جائزة نجاح عندي على طول، وحصة كل أسبوع. ممتاز؟ ممتاز. أهم شيء عندي يا طلاب أنكم تكونون محترمين وأنكم تركزون معاي في الدرس، وإذا جت وقت فراغ وما عندنا شيء نسولف مع بعض وقصص، يعني مو قصص يعني نسوي، يعني صح؟ صح؟ أحسنتم أحسنتم. طبعا يا جماعة اليوم عندنا اختبار ايش؟ انتم تتابعون يوتيوب ولا ما تتابعون؟ وش افضل كود عندكم؟ احسنتم. لا ان شاء الله باذن الله تنجحون كلكم عندي يعني. طيب الان الاختبار بحطكم اربع مجموعات، كل طابور مجموعه. نبدا اختبار الان، جاهزين؟ جاهزين. بسم الله. انا عندي من اول يوم اختبار. الاختبار مو بالحاله، لا. الاختبار بحصتي تكون مجموعة يد بيد. ممتاز؟ ممتاز. من المجموعة الأولى مجموعة ألف، ألف مع بعض أخويا تتساعدون، مجموعة باء، مجموعة جيم، مجموعة دال. حلوين؟ الاختبار وش يا جماعة؟ أنا برسم لكم شخصية يوتيوبر. حلو؟ إذا عرفتوا أنتم فزتوا بالاختبار. طبعاً هذه مرحلة عندي، مو بنجاح وسقوط، لا مرحلة. إذا جاوبتوا صح تعديتوا المرحلة هذه، جاوبتوا خطأ يعني ما تعديتوا المرحلة. مجموعة ألف جاهزين؟ جاهزين. جاهزين؟ جاهزين. لا اللي يتكلم منكم رب الكعبة. إني أحب راسه، زين؟ زين. يلا. واحد منكم يجاوب. أبرسم يوتيوبر، حاولوا تعلمونا. بسم الله الرحمن الرحيم. يلا فكر بالجواب، سؤال موضع. عرفتوا الجواب ولا لا؟ انتم ركزوا زين، ركزوا. هذا وشو؟ شوفوا الجسم هنا وشو؟ مجموعة الف. ركزوا هنا، هذا الجسم شوف الصار. اعرف مين؟ مندريت. صار عليك، احسنتم. ليه متأخر الفصل؟ كتير النظر. يلا تفضل. جاهزين يا مجموعة باء؟ بسم الله الرحمن الرحيم. اسرع تتكلم من هنا مجموعة هذه. انتبه انتبه. عندكم جواب ولا لا؟ جاهزين؟ يلا جاوب. صح عليك. الان مجموعة الف مجموعة باء تعدوا المرحلة. يلا مجموعة جيم، جاهزين ولا مو جاهزين؟ أنا أحس إنكم أنتم بتجاوبون بسرعة. أبشي. يلا بسم الله. أنت عرفت الجواب ولا لا؟ عرفت. جاوب. وايد.
منو رايد؟ رايد مين؟ شو اسم قناة اليوتيوب؟ احسنت والله يا صح عليك. يا ما في اليوتيوب روجه طويل انا في كثير وجوه طويله. دقيقه وش تقول؟ من اللي بيعمل بسمه؟ اروح حمام. بتروح حمام؟ ما في حمام ادرس فيها خلاص روح. يلا طيب مجموعة دال المجموعة الأخيرة جاهزين؟ جاهزين. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. صوت مع بعض لا تستعجلون ها؟ طيب عندك جواب؟ عندك جواب؟ يلا مين؟ شباب. خطأ. عندكم فرصة لا عندكم فرصة ثانية. يلا جواب. شباب. صح عليك. صح عليك. أيوة. طيب الطلاب شو رأيكم بقصة الفعاليات؟ أيوة. كلكم نجحتوا الآن لأنكم أذكياء وأنا واثق أنكم بالمواد الثانية أفضل من كذا. واذكياء تستاهلون النجاح صدقوني. طيب بما انكم كلكم نجحتم جايب لكم هدايا كلكم كل واحد بياخذ هديه ولكن مو بكل سهوله. تعالوا معاي للساحه. بما ان طلابي نجحوا لازم اضبطهم بجوائز. بسم الله يستاهلون طلابي. ان ما ضبطهم اضبط مين؟ عزيزي المشاهد اذا انت الى الان جالس تشوفني انزل تحت سوي اشتراك. انتظر والله انتظر سوي اشتراك تعال انتظر. الله العظيم يجعلك بالجنه يا اخي. شكرا شكرا للمشتركين يا جماعة. المليون تقول يا مرحبا تقول لي تعال فما راح اجي انا قدامك اللي بعد قلبك. بسم الله مرحبا والله بالهدايا وبطلابي. يا سلام. هذه الظروف بنبدا نزبد. بسم الله مشينا. مين الطالب المشفوع اللي اكل في فصل؟ من هو هذا المشفوع؟ هذه محطة سهلة. نسوي كذا. أنت حظك. برضو هذه محطة هنا. أبى أطلعها، اللي يشوفها حالا زعلان عليه. بسم الله. نروح اللي بعده. هذه واحدة هنا. والله أنا ضبطتهم. مين الطالب المشروع اللي أكل بطاطس برامي؟ بسم الله. ممتاز. ضبطناهم. والله ضبطناهم. بسم الله مجموعة ألف. يا جماعة الخير مجموعة ألف. أنا أنت ما أنت؟ أنا ألف. يا سلام. لا
جماعه الخير، في هدايا لكم موجوده بالفصول، انا مغيبها. اي شخص يا يحصل هديه واحده يجي على طول ينزل عندي. لكم ثلاث دقائق انتشر. ثلاث دقائق خلاص روح دور هدايا. تستاهل 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 تستاهل. يلا انزل تحت. لقيت واحده. لقيت؟ يلا وشي؟ مبروك تستاهل يا وحش. يلا اسمع شوف وجهي عزوز. زين ركز زين عزوز. الله شوف هذا وش فيه هنا جوا. وشو؟ الله الله تستاهل عزوزي تستاهل. قول لهم لايك. حط لايك. ايوه يا بعد عمري. باقي 20 ثانية ترى. والله؟ جيبي لا ما يسمح. قريته. وشو؟ تفضل تستاهل. والله تستاهل. لقيت انت بعد ما شاء الله. شوف يا سلام. يلا مبروك. يلا مجموعه باء قدامكم ثلاث دقائق. الفصول اليمين بس فيها جوائز لكم. انطلقوا. فصل ثاني ثانوي. شلون تعرف انه مكتوب ثاني ثانوي؟ صح هذا. الله عدل منها حبيبي. شوف ارمي كم ربح؟ مية ريال. تستاهل. عاد كان زعلان. طفر. المرة ما راح ادخله داخل الفصول. ابي احطه هنا ابيض على ابيض. الذهين بابيض. هنا واحدة وهنا واحدة ثانية. طبعا انا جديد على المدرسه فيعني اقول لا انسى وجيههم والله العظيم. يلا جيب مين؟ في جوائز مخبيها لكم هنا. حلوين؟ اللغز هو ابيض بياض البيض. ما لي دخل روحوا دور. يلا ثلاث دقائق قبل بس. ابيض بياض البيض. والله ما لقى هنا. طيب بنزيما لو تيشيرتك وشو؟ ابيض. وانا؟ ابيض. يعني وشو؟ ايوه مبروك. يا سلام تعال. ايوه يلا تستاهل. ايوه يلا الف مبروك. تستاهلون يا بعد قلبي. الاخير وين حطها يا جماعه؟ والله اني شوف بما اني انا جديد على المدرسه وانا مدرس جديد لازم ان يكون انجح الطلاب وفوزهم كلهم، صح ولا لا؟ تقديرا للمعلمين ابي احطها على طاولات المعلمين. وهذه واحده ونحطها هنا. الخامسه بجيبي. ان بقى واحد اعطيته هنا بجيبي. ورب الكعبه ما حد خسر عندي ان شاء الله. اول يوم لي بالمدرسه عشان كذا مضبطكم بعدين. تغيروا ممكن اخذ فسحتكم. المجموعه الاخيره شلونكم يا عيالي؟ طيبين؟ ركزوا معي. كاد المعلم ان يكون رسولا. يا سلام عليكم. هذا لغزنا لهذا اليوم. جوائزكم تعتمد على المعلم. انتشروا دوروا هنا من هنا بس الى المكان. يلا دوروا فلوسكم. يا سلام عليك. ها بس خلاص. بعد عمري. يلا 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 نزل نزل نزل. كاد المعلم. الله
طيب انتم اثنين وانا بقى معي واحده، بس عندي خدعه. شوفوا الخدعه، صارت اثنين. مبروك، يلا سهلا. الى هنا وصلنا لنهايه الحلقه يا جماعه الخير، الله يعطيكم العافيه. اذا عجبكم المقطع يا جماعه الخير تبغون جزء ثاني اعطونا من اللايك والاشتراك. نراكم على خير ومع السلامه.